بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في ربش الهوس الأول بنتعجب من أعمال الله ونمجده وبنقول له ماء منحل وقف بفعل عجيب معجز. المية تبقى سور واقفة. غرق فرعون ومركباته، أما بنو إسرائيل فعبروا البحر. يعني إيد ربنا واضحة في التعامل مع الأعداء وتعامل مع الأبناء. عشان كده أرجوك ما تكونش من ضمن أعداء المسيح، ادخل في الصف بتاع أبنائه عشان ينجيك وينقذك. وكان موسى النبي يسبح قدامهم حتى أدخلهم برية سيناء. موسى النبي يمثل الناموس الكتاب المقدس، يمثل أيضا القائد الذي يقود الشعب، يمثل الخادم اللي بيخدم الناس، يمثل الكاهن. عشان كده يكون دايما القائد يتقدم الناس، يتقدمهم بمعنى يصير قدوة، فيبقى أنا ماشي في أثر واحد عارف السكة، واللي عارف السكة ده بياخد التعليمات مباشرة من ربنا. عشان كده يبقى احنا كلنا ماشيين صح ورا قائد تقي يعرف الله. إذا كنت ربنا سمح ليك أن تكون قائد في الكنيسة، سواء خادم أو أمين في الخدمة أو كاهن أو أسقف، أي مكان ربنا يسمح لك بيها، أرجوك أن تقود الناس مثل موسى، تكون أمامهم في الفضيلة، تمارس قبل أن تعلم، فالناس تمشي وراك وهي مطمنة. وإذا كنت من ضمن شعب الله، ضع عينيك على القائد الذي اختاره المسيح ليك وامشي وراه، وانت مطمن ان هو رجل الله الذي يقود خطواتك لمعرفة السكة المظبوطة. يقول في سفر النشيد: ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء فاخرجي على اثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. عندما يكون الراعي صالح ونقي مثل موسى، هيبقى الشعب في امان وهم ماشيين وراه. وطبعا هو ماشي قدامهم بيسبح، فالناس يتعلموا منه التسبيح، ودي اهم كنز في الكنيسة. مهما كان الاب الكاهن او الخادم او امين الاسرة شاطر في التعليم، يجب ان يكون له دور في التسبيح. والتسبيح بلغة الكنيسة اللي هي التسبحة الرسمية اللي ألفوها الآباء وجايبين نصوصها من الكتاب المقدس، فنمشي كلنا في اتجاه واحد. طبعا ده ما يمنعش ان يبقى فيه ترانيم اخرى وتسابيح اخرى، لكن ما تغنيش الترانيم الاخرى والتسابيح عن التسبيح الرسمي اللي في الكنيسة اللي في محضر الله، مش بتأليف البشر ولكن بترتيب الكنيسة. ربنا يدينا ان احنا زي موسى بنسبح ونفرح بربنا وبأعماله حتى ندخل إلى برية سيناء التي هي أرض الجهاد والتعب من أجل الوصول إلى ملكوت السماوات.